مفاتيح المحل يا عم. مفاتيح المحل؟ هذه مفاتيح المحل. اوعى والله لو اوريك. وهنعمل ايه بقى دلوقتي في المحل؟ سعيد اثبت انه اصيل وفاهم في الشغل، وهنجرب ونشرف عليه بنفسنا. لو عايزة جوه المخزن يبقى ايدك معايا. لا يبقى خلي المخزن اللي بعدين، يبقى ستفها جوه منه كويس على مهلك لما تلاقي نفسك فاضي. يلا البضاعة دي شاريها نقدي ولا بالأجل؟ دفعنا جزء وعلينا الباقي. مضيت على أي كمبيالات ولا شيكات؟ المرحوم له سمعة في السوق وأنا تربيته، يبقى حالنا ماشي. السلام عليكم. الواد سعيد الخفيف طلع تقيل. الحال مشي معاه بقى عالي العيال كله اخلاص. كويس ابن المرحوم دي كلب. المرحوم خلف ثلاث سحالي. بنت يا وفاء، بنت يا بنت. في ايه يا عم؟ عايز حق في الورشة. ما احنا خلصنا من الموضوع ده خلاص. ولا هي قلة الافيون بتخلي البني ادم يخطرف في الكلام؟ انت بتقول ايه بس؟ بتقول ايه؟ واحد لا راجل يا طيب، دي بنت اخوه. انت بتمسك دراعي يا مرمطون يا زبالة. بطلب منك السماح اكراما للمرحوم وعشان عظم التربة. البضاعة اللي كنا شارينا بالأجل سددنا التمن، والكهرباء مدفوعة، والإكرامات اتسددت، وده حقكم 1960 جنيه مكسب صافي. وأجرتك يا سعيد؟ يعني ما جبت نفس أجرتك؟ أيوة، ما أنت لازم تقلك ما هي وكده يعني. ما يعني هعمل إيه بالما هي؟ ما طول عمري عايش في عزكم من وأنا عندي 8 سنين. لا، المسائل اختلفت دلوقتي يا ابن الناس، وكل واحد أولى بحق. شوف، يا يعني نتفق على أجر معلوم يا تاخد نسبة من الأرباح. ها ايه يرضي؟ اي حاجه، اي حاجه تشوفوها وتوافقوا عليها انا موافق عليها على طول. طب بالاذن عشان عندي شويه شغل في المهد. مع السلامه. ليلتك بتتعب. احنا هنتشاور يا سعيد ونبقى نديك خبر. تصبحوا على خير. ازيك يا راجل يا عترة؟ هلا المعلم عصران، اتفضل. الاستباحة بتاع المعلم عصران. يلا خلي عنك انت. دودو نور القهوة يا معلم. فنجان قهوة سادة للحاج فتحي، وانا الشيشة، وغير كده مفيش، عشان عندي لي حاجة حلوة. عاوزك تعدل دماغك، تظبط نفوخك. دي نفحة كبيرة يا معلم. أنا بحب أجيب من الآخر. أنا جاي وطالب إيد بنت من بنات أخوك الله يرحمه. أنا فيهم؟ اللي تقول آه. كنا محتاجين راجل وسطينا،
كل واحده فينا كانت بتتمنى راجل تعيش في ظله. ويمكن لا بعد اذنك كنتوا محتاجين الراجل ده ليه؟ حمايه وامان وسند، وكل واحده فينا كانت بتحلم براجل. يعني انا هقطعك تاني يا صفاء، الراجل مش بس عشان يبقى امان وحمايه وسند. هو في ست في الدنيا تقدر تنكر حاجه زي كده ولا تختشي منها؟ طبعا يا استاذ، احنا الثلاثه كنا بنحلم كل واحده يبقى لها عريس، وكنا مستعدين كمان نرضى باحسن الوحش. بس انا مش عارفه ليه ما كانش حد بيخبط على بابنا، يمكن عشان مش حلوين. طب ما في بنات اوحش مننا واتجوزوا، يمكن عشان عمي افيونجي، الله اعلم، ولا عشان ابويا الله يرحمه ساب لنا تركه عبيطه متقسمه على ثلاث بنات، مش عارفه. بس اهو يعني كنا بنصبر بعض ونقول النصيب. انا ووفاء وهناء كنا عايشين في الحته محمورين كاملة الفول اللي جنبس، لا بنتفسح ولا بنشوف دنيا. قلنا نفك عن نفسنا، احنا واخدين بعض وطالعين على اسكندريه. خدنا معانا الواد سعيد الخفيف، ما هو زينا، لا بيشوف دنيا ولا بيتفسح، ومكمور في المحل بيبقى حمايه ليه. عاوزه اقول لكم على حاجه بس خايفه يركبكم عفريت. يا اختي قولي، يعني هو في عفريت من اصل لما تركبنا ولا تركب غيرنا؟ اه والله احنا الثلاثه ولاي، يعني هنبقى ملطشه للقريب والغريب. لازم نتجوز. لا مؤاخذه جرى ايه صفاء؟ يعني هنزل اخطف واحد من الشارع واقول له تعالى اتجوز واحده فينا؟ ايام ما كان في عرسان ابوك كان بيطفشهم، دلوقتي في حد قال يا جواز واحنا قلنا لا. ايه رايكم في سعيد الخفيف؟ ده خدام عندنا. دلوقتي هو اللي شايل كل مصالحنا فوق دماغه، وهو الراجل اللي بيقف جنبنا وقت الشد كده، ولا مش كده يا وفاء؟ نهاره اسود من